ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقرة المناورة. مبدئيا كده وقبل ما ندخل في مناورتنا النهارده، عايزين كل اللي بيتفرجوا علينا يركزوا معانا، لان في الحقيقه الفتره اللي فاتت ومن اول ما بدانا برنامج الحريفه كنا دايما بنستضيف ابطال وشخصيات ناجحه ومكسره الدنيا، لكن كنت بلاحظ اغلبهم متجوزين وبيشتغلوا مع بعض في نفس المجال. مش بس كده، كنا بنلاقي الطرفين في بينهم منافسه، وكل واحد منهم ليه اسمه ومكانته بطولاته وانجازاته اللي محققها. ده خلى عندي فضول بصراحة، وسألت نفسي سؤال: إزاي ممكن الزوجين اللي بيشتغلوا في نفس المجال والمكان يتعاملوا مع بعض؟ وهل فعلا الموضوع بيخلق بينهم روح من التعاون والنجاح والتشجيع، ولا ممكن يعمل مشاكل وغيرة ونفسنا؟ قبل ما نتكلم عن موضوع المناورة، عايزة أتكلم في حاجة لسه حاصلة حالا، وهو أنه الصفحة الرسمية لكاس العالم للأندية، فيفا كاس العالم للأندية، اللي لسه منزلة تويتة دلوقتي فيها صورة النادي الأهلي، لعيبة من النادي الأهلي، وكاتبة نلقاكم قريبا في المملكة المغربية. والحقيقة أن دي الصورة هي معانا على الشاشة، والحقيقة أن دي من أكتر اللحظات اللي الواحد بيبقى فخور فيها، أن هو قبل أي حاجة واحد من جمهور النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما يا جماعة بيخلي كل جمهور ومشجعين وحاسين بالفخر، وهو ده عشان كده احنا لما النادي الأهلي بيمر بأي فترات بنبقى فيها مش في الفورمة، احنا بنفضل نشجعه، بنفضل ورا النادي ده، عشان هو في الآخر بنلاقي نتيجة التشجيع ده، وبنلاقي نتيجة، عارفة، إحساس الفخر انه انت موجودة مع أحسن فرق في العالم وراحة تنافسي على كاس العالم الأندية. دي حاجة الحقيقة لازم كلنا نبقى فخورين. حقيقة. دي حقيقة. نكمل بقى موضوع المناورة. يمكن عارفة وانت بتكلمي افتكرت فيلم مراتي مدير عام. الفيلم ده من كتر ما احنا كنا بنشوفه واحنا صغيرين، بقى بالنسبة لي الحقيقة نموذج للعلاقة ما بين اي راجل وست بيشتغلوا مع بعض في نفس المكان. حسين وعصمت جوازهم فشل بسبب ان عصمت بقت مديرة حسين، فبقوا عمالين بقى ايه ينكشوا في بعض وغيرة وخلافات طول الوقت ما بينهم. اعتقد ان ده النموذج الغالب، يعني خلينا نقول ان ده النموذج اللي بنشوفه اكتر من النماذج الناجحة والشطرة والمتفهمة والداعمة لبعض، والا ما كانوش عملوا عنه افلام ومسلسلات. وانا عن نفسي ممكن اشوف ان الموضوع صعب، لان هيتسبب في مشاكل بينهم طول الوقت. لما بسمع عن راجل مع مراته في نفس الشغل بحس ان في حاجه، يعني بحس ان انا مش مرتاحه، بحس ان انا مخنوقه. يعني عايزه اقول لكم ان انا بحب ان الست تشتغل عشان ما تقعدش في وش جوزها طول اليوم، فمش معقول كمان تبقي بتشتغلي وقاعده في وشه في الشغل. انا مش حاسه ان دي حاجه مريحه. هي بيني وبينك برضو هي مش مريحه بالنسبه لي، بس تعالي في الاول نفرق ما بين النوم في نفس المكان، في نفس المكان موجودين، او ولا النوم في نفس المجال. يعني في نفس المجال، ان بالنسبه لي لو يعني لو عن تجربتي الشخصيه، انا لما يكون جوزي في نفس المجال يبقى فيه دعم. ليه؟ لانه هيبقى فاهم، وده اللي احنا قابلناه كتير، هيبقى فاهم طبيعه شغلي وطبيعه المجال، وهتلاقي ده بيخدم على اهم نقطه في الجواز وهي المشاركه. هو فاهم شغلي فيعرف يشارك معايا، فيبقى في مشاركه في شغل البيت المفروض، يعني مشاركه في تربيه الاولاد المفروض برضو، مشاركه في شغلك ومجالك. فهنا الوضع بيبقى حلو. لكن العكس بقى، هنكون في مثلا ما بينكم لو ما فيش، مش هيبقى في مجال للنقاش ولا اي شيء. فان انتوا بتشتغلوا في مجال واحد، صدقيني من وجهه نظري يبقى موضوع ممتع جدا، ان انت عارفه تلاقي حاجه تتكلمي فيها. ولو شوفي هتلاقي امهاتنا زمان بيقولوا لك ايه، الدكتوره تاخد دكتور والمهندسه تاخد مهندس عشان يبقوا متفاهمين مع بعض. لا امهاتنا زمان كانوا بيقولوا كده عشان دي طبقيه. ايوه كانوا كانوش بيقولوا عشان التفاهم، مش عشان عارفة. طبقيه التعليم كان في فتره كده احنا كنا بنمر بيها، طبقيه التعليم اللي هو ما تاخديش حد اقل منك في التعليم. انا مش عارفه مين حدد مين اعلى ومين اقل. يعني مين قال ان الدكتور اعلى من المدرس مثلا؟ بس هي فكره صح برضو، خلي بالك. يعني لو هنحطها، مش هنحطها بس في فكره طبقيه، بس برضو ما هو دكتوره فعلا ما تاخدش اقل. يعني لا طبعا، الثقافه في دكاتره مش مثقفين. لا ده تعمل مشاكل، انت مش متخيله ممكن تعمل مشاكل ايه. يعني لا يا جماعه، لا، عقليه الراجل برضو، مش كل الرجاله هتقبل ان دكتوره وهو يبقى اقل، هيحصل مشاكل كبيره جدا صدقيني.
انا شايفه لازم يبقوا على نفس يعني على نفس الليفل على نفس يعني لا ممكن الاثنين يبقوا دكاتره ويبقى الراجل عقليته مش متفتحه كفايه فاصلا يشوف مثلا ان هي احلى منه شكلا دي حاجه ان هي اعلى منه. هو لازم اللي انت بتقولي عليه ده لازم منتاليتي لازم منتاليتي دي انا حاسه الموضوع ده لازم نعمل له مناوره تاني. فكره ان الست تبقى في منصب اعلى من الراجل ما هي دي فكره الفيلم. مراتي مدير عام هي هو ما قبلش ان هي تبقى اعلى منه فلازم يعني يا تاخد في نفس المستوى يا يبقى هو الراجل اعلى. وانا بحب كده انا شخصيا بحب كده الصراحه ان الراجل يبقى اعلى من الست يبقى اعلى من الست في كمنصب يعني مش عشان هي تبقى اقل منه عشان هو عشان يطلع من دماغها يعني فاهمه تطلعه من دماغها. هنناقش الموضوع ده طبعا ضد ده تماما قلبا وقالبا بس يعني خلينا نرجع لكلامنا انه كل اللي انت قلتيه بيعتمد على حاجه واحده بس لو الطرفين صدرهم رحب ومتفهمين وما بيشغلوش بالهم بكل صغيره وكبيره بتحصل. لانه كمان لو رحنا للحته الثانيه بتاعت لو بيشتغلوا في نفس المكان زي الشركه والمكتب او نفس المكان عامه هنا بقى بيكون الوضع كانك حطيتي البنزين جنب النار. ضغط الشغل ما بينهم هما الاثنين او عليهم هما الاثنين هيخلق ما بينهم حاله من الزهق والملل. ده غير بقى تعاملاتهم مع زمايلهم في الشغل ويفضلوا يركزوا مع تصرفات بعض ودي مش عارفه قالت لك ايه ودي عملت لك ايه وانت غير كمان يا جماعه انه الوشوش يعني الوشوش طول الوقت قدام بعض من اول ما اصحى لحد ما انام ده مش حاجه كويسه يعني حتى كل الاستاديس اللي اتعملت بتقول انه ده مش بس ما يشتغلوش مع بعض ده الاستاديس قالت انه الناس المتزوجين مش المفروض يناموا في نفس السرير طول الوقت لانه الاجسام بتالف بعضها يعني بيتعودوا على بعض ده التعود الزياده عن اللزوم ده لا انا لازم انا يعني لازم ضدك في اشياء كتير بس لا لازم يا جماعه يبقى في مساحه يشموا نفس بعض كده كل واحد يشم نفسه بس يعني افتكر انه في الحاله دي في الطرفين مين اللي بقى يعني لو خلاص اشتغلنا للاسف مع بعض مين اللي هيبقى بيخلق مشاكل اكتر رجاله ولا ستات بقى من وجهه نظرك مين ايه مين اللي هيعمل مشكله اكتر لو الاثنين اشتغلوا مع بعض الراجل ولا الست؟ للراجل طبعا يا سلام ايوه طب يا بنتي الراجل طبعا انا يعني بصي يعني طبعا الراجل هيعمل مشاكل اكتر لا طبعا لا هقول لك ليه. الراجل هيبقى عنده تحفظات على حاجات كتير قوي لما يشوف الست في شغل هيقعد يقول لها مش عارفه اتكلمتي فلان بشكل ما عجبنيش طريقه لبسك مش عجباني قعدتي مش عارفه هرجتي مع مش عارفه ايه. وهي الست اصلا بتبقى بطبيعتها عفويه جدا وبتتعامل في مكان شغلها على انها راجل. ده وجهه نظري انا يعني بتتعامل يعني هو مش فاهم هو باصص لها من ناحيه ان هي مراته لكن مش باصص ان دي ست بتشتغل وبتقابل الناس دي في مكان شغلها كل يوم فبيبقى عنده حته برضه راجل يا ستي راجل عنده حته كده ولو مش عنده هزعل انها مش عنده وانا ما يعني لازم تبقى عنده وانا ما يبقاش عندي ريحه بصي لا انت مش هيك غير في فرق ما بين الراجل وما بين الست. هرجع اقول لك احنا متساويين واحنا نعمل كل حاجه بس في فرق في الحته دي قوي يعني انا ست وراجل راجل هو انت عارفه ان هو معلش يعني هو هيبقى باصص ان ايه مفيش ست مع ان الستات دلوقتي بيفلرتوا على الرجاله عادي يعني بس معرفش احنا غيرنا احنا ما بنفكرش كده يعني او انا شخصيا ما بفكرش كده ما عنديش فكره ان انا اغير على جوزي ان هو بيشتغل مع 10 ستات اشتغل مع 10 ستات اهم حاجه انت بتعمل فنان. ايه انت طبيعه حياه جوزك مختلفه شويه انا طبيعتي انا على فكره انا شخصيتي كده انا ما ببصش ما اعرفش ابص على راجل واغير ايه دي اللي جنبه اهم حاجه هو بيتعامل ازاي اغير امتى لما اشوف منه هو تصرف مش عاجبني لكن حواليك 10 حواليك 20 هو بقى الانسان قد يخطئ ويصيب ممكن نسيب لبعض بقى حته الشغل دي سيبني انا اغلط وانت تغلط بعيد عن بعض يعني سيب كل واحد فينا يخرج اللي هو يعني يتعامل مع الناس براحته انا وبعدين بقى هقول لك على حاجه والله العظيم دي حاجه مهمه قوي بالذات احنا كمصريين احنا العشم عندنا تقيل شويه فلو واحد ومراته في الشغل العشم انت لا تتخيل هيعمل ايه بينهم انا على فكره ممكن يعلي صوته عليها هتعمل ايه هتعلي صوته عليها في الشغل مثلا في الشغل والله يعني لو بتحترم نفسها هيكون ليها تصرف تاني خالص هتتطلق لا لو بتحترم نفسها مش هترد بصي عشان ما نخشش بس يعني ده سؤال صعب جدا وانا مش عايزه اظلم حد لان في رجاله دماغهم كبيره وعندها قدره على احتواء اي موقف بصراحه يعني وده انا شفته والحمد لله انا مقابلاه في حياتي والستات برضو كده فممكن موضوع الشغل في نفس المكان يكون ميزه لو الامور ماشيه طبيعيه في البيت والشغل. البيت مهم قوي يا جماعه لو انتم مرتاحين في البيت كل المشاكل بتتحل لكن لو مفيش هيبقى الدنيا جحيم على حسب الاثنين بقى متفاهمين بقدر يعني يرضي الطرفين ولا لا ساعتها الامور ممكن تعدي
يعني في الشغل، وهيقدروا يفصلوا حياتهم في الشغل عن البيت. المهم كل واحد يكون بيقوم بمهام شغله في هدوء وخلاص. ففكرة إن إحنا نازلين من البيت ومتفقين مع بعض إن أي حاجة هتضايقنا تكون ما بيننا لحد ما نرجع البيت، هي دي، هو ده اللي أنا بتكلم فيه. إحنا متفقين بشكل هادي ومحترم ونتناقش فيها وما نعرضش مشاكلنا في الشغل، وكل واحد يبقى مركز في شغله والمهام بتاعته، والله بجد الدنيا هتبقى أحسن حاجة وألطف حاجة، لأن إحنا على الأقل هنبقى فاهمين بعض. وفي جوازات كتير على فكره من النوع ده ماشيه، يعني في ناس كتير بيشتغلوا مع بعض في نفس المكان وفي نفس المجال وفي هدوء وسلام، وكل واحد فيهم ليه زمايله وليه حياته. يعني هنعمل واحنا في الشغل البريك اللي انت بتقولي عليه او الفيصل ده، انا بشتغل وانت بتشتغلي وفي الويك اند ما نشوفش بعض، مش مشكله. فاهم حاجه بجد اللي بيفرق في نجاح اي علاقه التفاهم. عشان كده القصه مش قصه راجل وست، الفكره ان احنا هنحتوي الموقف ازاي ونتعامل معاه ازاي، برضو بالاتفاق. يعني والله لو ما عندهمش القدره على، بصي، لو ما عندهمش القدره على الاتفاق وهندلت امورهم يفصلوا عن بعض، كل واحد يقعد لوحده. دي بقى انا دي اللي انت بتتكلمي فيها، دي مثاليه الحقيقة زيادة عن اللزوم. يعني خلينا نبقى متفقين، احنا بنتكلم يا جماعة على الأرض، احنا في أكتر زمن في نسبة طلاق، احنا في نسبة قليلة جدا بتعرف اللي بتعمل اللي انت بتقولي عليه ده، يعني نسبة قليلة قوي بتعرف ان هي تفصل حياتها الشخصية عن الشغل، نسبة قليلة جدا هي اللي بتعرف ده كل واحد فيهم بيبقى بيشتغل في حتة وبيرجع مش طايقين بعض، وانا مش عارفة كان عندي ايه في الشغل. طب تخيلي بقى لو هي في الشغل، لا طبعا يعني لا لا بصي لا لا مش عارفه بقى، ما احنا ما انا هحكي لك على موقف بسمعه دايما من اي رجل، اللي مراته مثلا بتبقى بتشتغل معاه في نفس المكان، انه لما مديره بيزعق له او بيعاقبه بيحس بالاحراج قدام مراته، وده ممكن يخليه الشغل او يجبرها ان هي اللي تسيب الشغل، لان مفيش راجل هيتقبل زي ما انت بتقولي الراجل عنده حته، فهو عنده حته فعلا. ده مدير ما عندوش دم مبدئيا، ما هو ده ات هابنز، ده بيحصل في الشغل، مفيش راجل هيتقبل انه يتهان باي شكل قدام مراته. يعني ومراته كمان عمرها ما هتحب انها تشوف جوزها المفروض بتشوفه كبير وكذا وكذا، هو رب البيت، والصوره دي تتهز في عينها، فهيتعامله زي ما الموقف ده. بصي بقى انا بس عايزه اقول لك على حاجه، جوزي هضربه. بقول لك ايه، بصي طبعا يعني مش هنسمح، بس في حاجه بس هي العلاقه الزوجيه علاقه مختلفه تماما. يعني فكره ان هو يتهز قدام مراته، لا مفيش كلام ده، لا هو مراته دي الوحيده اللي هو بيبقى بالنسبه لها المفروض العلاقات السويه، انا بتكلم اللي هو ممكن يبقى قدامها كتاب مفتوح عادي تشوفه وهو بيتهزق، صعبه شويه هي هتتضايق هي، لكن مفيش حته ان انا ابقى محرج من مراتي دي، اصل هي مش صاحبته، يعني على فكره هي مراته. لا انا مش معاكي خالص، هي مراته طبعا زي ما انت قلتي، الراجل عنده حته، فالحته دي هو بيحب انه دايما يحس انه انجح واعلى وكذا وكذا، بس يعني بيحب انه يحس انه اعلى منها في منصبها. فمش عارفه، انا بحس انه لو جوزي مثلا خصم لي مثلا في الشغل هعمل ايه، لو هو مديري وخصم لي في الشغل هعمل ايه، يبقى يومه اسود لما اروح. فهتعمل مشاكل، هتبقى كارثه. انا لو مثلا جوزي هو مديري وخصم لي، العشم اللي بقول لكم عليه ده هيخليني اول ما اروح البيت اقول له انت ازاي تخصم لي وانت مش عارف ايه وانت اصلا ما تعرفش اللي حصل. واصلا لو حضرتك مسيطره، لو حضرتك مسيطره ما ينفعش يعمل معاكي حاجه زي كده، هو هيبقى عارف انه هيروح حياته هتطين في البيت، يعني ايه اخصم لك دي؟ هي لسه ما اتجوزتش صراحه، مش عارفه هسيطر ولا لا. مش متاكده من الموضوع ده، بس يعني انا شايفه ان ما فيش يوم هيعدي بصراحه من غير حوارات، وكل يوم بقصه جديده. يعني انا هقيسها على حياتي انا اللي هو لسه ما اتجوزتش ما عملتش ده، لما بيبقوا في اتنين مرتبطين من نفس الجروب وبنعمل كل حاجه مع بعض، احنا بننزل مع بعض بنسافر مع بعض وكذا، الاتنين دول وجودهم في الجروب بيبقى اتقل حاجه على قلبنا، لان هم طول ما هم قاعدين ده وده وده خناقات في كل حاجه. ف ماشي يا هند، خلاص هنقول هوافقك الراي شويه ان هيبقى في سنه صغيره جدا ماشي، بس برضو حسب الشخصيه، حسب يعني انفتاح الشخصيتين منفتحين على دماغ بعض وقابلين بعض ولا لا، بيحصل اكيد مواقف رخمه جدا، لكن مش هيكون مفاجاه لحد منهم. يعني ليه؟ يعني اغلب الحالات اللي بيتجوزوا بعض هم وفي نفس الشغل بيكونوا اتعرفوا على بعض اصلا. يعني ثانيه واحده، هم الاثنين اللي بيتجوزوا مع بعض في الشغل بيفضلوا مع بعض في الشغل دول اتعرفوا على بعض فين؟ لا عادي ممكن في اي حته، يعني او في معظم الشغل. الوقت هيكونوا اتعرفوا على بعض في الشغل، فاذا عارفين بعض فاهمين طباع بعض، اتحطوا في مواقف في المواقف دي مع بعض من قبل اصلا ما يتجوزوا. اميره نعم، حاجه مهمه قوي افتكرتها. اتفضلي. كيس أيه. كانوا اتنين متجوزين في الشغل أيه. وكان يعني هو كان دكتور وكانت البنت هي الاسيستنت بتاعته،
اتطلقوا، البنت خسرت شغلها وخسرت جوزها، ايوه، لانه خلاص اتطلقوا ومبقوش قادرين يقعدوا في وش بعض. فانا بقى ليه بقى احط كل حاجتي في سله واحده؟ والله لو خسرت السله بس انا فكره، معلش، ان واحده وواحد يخسروا جوازهم علشان الشغل، معلش دول اصلا يعني هيخسروا جوازهم لاي سبب تاني، دي اتفه الاسباب. يعني فكره الشغل انتوا هتعيشوا مع بعض يا جماعه، في هتقابلوا حاجات وحاجات ومواقف قد كده، فلو موقف الشغل مش هتعرفوا تعدوه ما تتجوزوش، يعني ما تتجوزوش احسن يعني. ففي روتين طبيعي، هم هيبقوا فاهمين بعض، عرفوا بعض، شافوا بعض. هو دلوقتي المرتبطين دول هم بيسيبوا تليفونات عشان تبقى عارفه هو بيعمل ايه وهو وهي بتعمل ايه، خططوا لحياتهم. على فكره في ناس تحب تقول لك مثلا ايه، نروح مع بعض، هو يسوق ويريحني، نشارك عربيه واحده. في والله في ناس بتحب تبقى هي شخصيات، هي شخصيات. وما اعرفش والله لو انا اتحطيت اصلا في موقف زي ده ممكن الدنيا تمشي معايا ازاي، بس يعني الست لازم وقتها لو حصل ان الست، المخرج بس بيعمل يقول لي في حاجات وانا مش عارفه الاحق، لكن الست لو قدمت، لو حست ان هي اتحطت في موقف شغل مع جوزها محتاجه تقدم تنازلات معينه، تنازلات في حدود يعني، وتتفق على كل حاجه. لكن لو الموضوع زاد كده معلش معاها، ولقيت ان هو مش عارف يتحكم في نفسه ومدخل الشغل في العلاقات ومتطاول، لا ساعتها نقول له ستوب يا حبيبي، ما ينفعش يعني. ده اللي انا اعرفه يعني. ويا هي تسيب الشغل يا تتطلق، خلاص ما هو الله حسب يجربوا يعني. العقل زينه يعني، لازم الطرفين يكونوا ايه، متفاهمين. بس ده اساس، لو ما عندكوش تفاهم كل واحد فيكم بقى يقعد في حته يعني. صح. علشان ايه نريح نفسنا من المشاكل يعني، مش هنسيب بعض عشان الشغل، امال نعمل ايه في العيال والتربيه والمصاريف يعني، نعمل ايه في الحاجات دي؟ شوفي هي وجهه نظر وزي ما انت بتقولي، لكن انا وجهه نظري ان ده ممكن يحصل في الاول. اما نشوف يا استاذه هند لما تجيب لنا كده عريس ماشي ويبقى حظك. انا برضه يا جماعه يعني مش عايزه اتك قوي على موضوع الشغل ده، لا يبقى في حد هنا في الشغل ما تتكيش. بس حماس بجد، حماس البدايات اللي في الاول ده، اول ما بيبقى في خلاف وخلاص وبناخد على بعض وانا بطمن لوجودك وانت تطمن لوجودي ونبقى مع بعض في نفس البيت، بيحصل خلاف في الشغل كل واحد فينا بيبقى عنده طاقه غضب من التاني وبيبقى عايز يطلعها باي شكل، واحنا مش بهذه المثاليه ان احنا نقدر نفصل الموضوع، مش بالسهوله دي. لان خلي بالك في حته مهمه جدا، وهي ان هو وهي مش متعودين يتعاملوا مع بعض بطريقه رسميه، وده العشم اللي بقول لك عليه، انه في حدود متشاله ما بينهم، هيخليكي تعبري عن غضبك، هيخليه تقولي انك زعلانه بسهوله في اي وقت وفي اي مكان، ووقت التنفيذ والواقع قصه تانية خالص عن اللي احنا بنقوله ده. فانا شايفه ان العيوب في الحاله دي اكتر من مميزات، لان كمان في حاجه خطيره جدا، لو حصلت مشكله بينه وبين مراته وزميل مثلا لازم يتدخل في النص، الزميل ده هيتهلهل. هيتهلهل فعلا يعني بكل امانه. طبعا على حسب هو شغال ايه وفي مكان ايه، والناس اللي في الشغل هيحسوا، عارفين هيبقى في كده، هتخنقوا الناس معاكوا. فانا شايفه انه ارض الله واسعه يعني يعني والله العظيم ارض الله واسعه، القصه صعبه فما تصعبوهاش اكتر، كل واحد افصل القوات كده بس، ونرجع بالليل انا احكي لك عن اللي حصل وانت تحكي لي عن قصص مختلفه. يا ستي ولا احكي لي ولا احكي له بقى بعد اللي انت قلتيه ده. لا ولا حاجه. ماشي يا استاذه هند، احنا قلنا بس في الاول ان احنا لازم نفرق بين ان هما بيشتغلوا في نفس المكان او اللي بيشتغلوا في نفس المجال. في نفس المجال ما عندكيش مشكله؟ لا ما عنديش مشكله خلاص تماما. نفس المجال عندنا نماذج كتير جدا احنا شفناها بتثبت اللي بنتكلم فيه، ما حدش بيقول ان ده بيجي بسهوله ومن غير مشاكل في الاول، لكن دلوقتي الاثنين المفروض بيكونوا هدفهم واحد، بيكملوا بعض من الاخر كده، الراجل والست في الشغل مع بعض وفي البيت بيحصل ما بينهم في العادي مشاكل كبير جدا، لكن ما دام حبيتوا بعض وقررتوا تكملوا شغل مع بعض لازم هيبقى نفسكم طويل شويه يعني عن اي اتنين متجوزين تانيين، هتستحملوا بعض شويه، هتتفاهموا، هتزودوا نسبه التفاهم شويه. والنهارده ان شاء الله هناكد لكم على موضوع مناورتنا النهارده، هنجيب لكم مثال من ارض الواقع، ابطال ناجحين ومكسرين الدنيا متجوزين في نفس المجال، هو الرياضه، لكن كل حد، هما الاتنين يعني في مجال الرياضه، لكن كل حد فيهم بيلعب لعبه مختلفه. هنسمعهم ونشوف حكايتهم ايه وازاي بيتعاملوا مع بعض. بس نروح فاصل ونرجع تاني.